احنا دايرين دولة مدنية وما قبلية ما جحوية. طيب يا سوار، داير اسألكم سؤال، المنهج ده قبلي؟ رسالتي لرجال المقاومة ذات الصورة السودانية، ورسالتي من هنا لاخواننا في الصفحة اسمها كيزان المندسين، وانا اتهمهم ذاتهم كيزان المندسين لانه جابوا النصيحة. طيب قلنا الصورة قالت ده قبلية ولا جحوية، المنهج ده قبلي وجهوي، المنهج الطبعته انت في حكومة الثورة، منهج ده قبلي واسمي بحت، وهيدخل السودان في معزق لأنه شال قبائل، جاب قبائل أصلا هي في أفريقيا ذاته ما عندها تاريخ نظيف. عشان أنا أوريك عليك كده، قال من عاصر القبائل العربية وأنجزت في السودان القبيلة الفلانية. لا لا والله، من أكبر القبائل استعمرت العبادة الجماعية واستعمرتها وهي ذات الوقعت في قتل الزنوج هي نفس القبائل اللي حسي خطوها ديل. وأرجو لوثيقة وادي النيل، ها أرجع لوثيقة وادي النيل، ما تلعبوا ديل الاتفاقية الزمان بتاع وادي النيل في دخول العرب ديل قبل الإسلام ذاته، ها عشان هم يشرحوا لكم بالعبيد. نعم كده، واحد في قبائل ما دايرينها في السودان لأسباب عدة. ليه؟ لأن عندنا خلافات بدري من حروب بتاعت كوش، أنت فاهم القصة دي؟ تغيير الإحرامات بتاعت وادي النيل دين بين الأسراع ده بين منو ومنو يا حامد؟ طيب الأسراع ده بين 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 أمة أو بين شعب الفلان والنوبين، ده صراع كبير جدا لأن الفلان هم اللي غيروا الاحرامات النوبيه واستعمر الملوك في زمن معين، الملوك المملكه كانت في يدهم واتنقلت لمصر، انت فاهم القصه دي؟ من تجاه صحراء ليبيا دي كلهم كانوا هم ومعهم ابناء عمومتهم الطوارئ، اقول لهم شنو؟ مش الطوارئ، الامازيغ. ودي القبيلة ممكن الرابع في العالم من الشعوب أو من القبائل الكبرى في العالم، هي الفلاتة وغيرها، وبعد ذلك جزء من آسيا والأتراب وغيرهم غيرهم، دي قبائل كبيرة جدا وبتمتد يعني أمة الفلان يحسي على إسبانيا، يعني الفلاتة موجودين في إسبانيا بنسبة 45% سكان إسبانيا كلهم فلاتة أو فما فوق. ففي صراع هنا، صراع أيديولوجي، صراع قديم جدا، والصراع ده بيدفع الناس الان ثمن، بيديك دلائل انه القبائل دي قبائل كبيره وقديمه وفي صراع بيناتهم، في صراع بتاع الملوك، هو في بيدفع الثمن من انت قايل بتدفع الثمن انا وانت ديل ما عارفين التاريخ ديل، في صراع هنا، الصراع ده لازم يتحلى، الكلام ده قبل 11000 سنه. طيب في ناس انا قايل اطلع في حاجات قايل نطلع هنا في الصفحه، الناس بتفتكر الكلام اللي انا بطلعه عليك ده وبخطه في صفحتي، انا بفتخر اي نعم من دين اجدادي واي حاجه، لكن داير بوريك انه السودان ده انت لازم تقرا، ونحن ما دايرين الكلام المكتوب اللي كتبوه الخواجات او عملاء الخواجات البروفيسورات والناس دي، لا لا ابدا، نحن دايرين الاثر الحجري، دايرين الصارع في في في, في الهويه السودانيه دي بالكوش ووادي النيل وبالاحرامات المصريه والصحراء دي كده لحد الجزائر وتونس، ودايرين نتحاسب نحن ذاتنا كده كسودانيين، دايرين نتحاسب من قبل 10000 سنة الموجود منه. طيب إذا كلنا نحن كلنا موجودين في كوش بعد ده، لأنه قديم الزمان السودان ده معروف من البحر الأحمر لحد نهر السنغال كل سودان خلاص، ده كله فريق واحد صح؟ أي يبقى معناته أنا مشيت وجيت راجع، ولا أنا كنت قاعد هنا وعندي ناس مشوا وجوا راجعين، دي ما مهمة، موجود في الحجر ده ولا ما موجود؟ قال موجود، جيت كان شغال شنو؟ ما في زول ذاته بخطه يا جماعه، بخط لغته او بيكون موجود في الحجر ده او عنده صنم من الاصنام او اله بيعبده الا هو ذاته اصلا مشارك في المملكه. ما في باقي العبيد دي، في باقي العبيد ما موجوده، ما بخط لهم صنم، كمان ذاته بخط لهم صنم او صنم ذاته كمان حاجاته بتفرها معاه، لكن ما عنده الحاجات الكبيره دي. انا ما خبير يعني بتاع اسمه ده بتاع العسار، لكن انت كده خد بالك، الزول اصلا وكيل عنده صنم موجود وعنده حرف موجود وعنده شيء معناته ده شنو؟ معناته ده زول شارك في المملكه دي، لكن بعد قبل كم يعني؟
قبل كم؟ طيب إذا رجعنا للخواجات هم ذاتهم سرقوا ثروات أفريقيا والثروات الحسية موجودة في الإهرامات السودانية والسارقين السودان لهم مقسمين كيمان كيمان دايرين يأكلوا ديل وسلموا للقبائل بخرائط معينة كويس وغيروا الدستور. طيب لو رجعنا لحكم الممالك كان حكمهم حكم كان فيدرالي. نعم حكم فيدرالي الممالك كان حاكمين حكم فيدرالي حسي أنت ما دايره. أيوة ليه؟ لأنه القبائل حتى جاءت من الجزيرة العربية أدوهم أراضي. القبائل جاءت من الجزيرة العربية ما في قبيلة اشترت إلا قبيلة واحدة فقط اشترت بقروشة قبائل الحمر في تاريخ السودان. الحمر هم اشتروا أراضيهم دي اشتروا بقروشهم باعوا من عبلهم واشتروا أراضيهم الحمر. الباقي ده كله قاعد حرب ساكن كيك. يا كمان الممالك القديمة قسموا لهم لكن ما في زول اشترى. أفهم الكلام ده كويس؟ طيب القبائل الجاد قبل 1400 سنة دي خطها طرف الصراع ما فيها هي الصراع بين الزهوج الكوشين هم ذاتهم الأفارقة السودانيين ذات السودنة الصراع في السودنة وتفكيك النسيج بتاع السودنة. يجب أن نحن نجي نقعد الناس اللي عندها سلة بكوش كلها تجي تقعد وتخذ يدينا مع بعض. ليه؟ عشان نقدر نعرف نحن دين لين الصارة نحن ما كلنا موجودين في كوش. طيب اللغة حقتنا شنو؟ كوشية. خلاص نرجع كلنا لكوش نجي نقعد في كوش كلنا. يقول لك لا أبدا أنا ما دايرك كويس أنا قاعد في الصنم هناك عندي صنم ولا ما عندي عندك صنم. طيب كيف ما دايرني يعني؟ ها شنو كيف ما دايرني؟ ما أنا قاعد معك. يبقى أنه الصراع هنا لازم أي زول يعرف الحتة دي لازم أي زول يعرفها عشان السودان ده يتبني دولة حقيقية دولة فيدرالية. دي الفيدرالية دي لازم نحن نرجع لها. والمكون السوداني ده ما تجي أنك أنت تقول لزول ده أنت ما سوداني. لا أبدا أنت ما بتعرف كلمة السودان. السودان ما بتبدأ من حلفة وبتجيب في السوق العربي ولا من حلفة بتجيب مثلا في جبل مرة أو من حلفة لحد يرتدي. لا أبدا السودان ده من حلفة من بور سودان كويس لحد نهر السنغال. ده شنو؟ ده السودان. بعد ذلك جاء الاستعمار قسمه ولحد يوم الليلة في دول تاريخها لما ترجع للخريطة الجغرافية حقتها القديمة كلها سودانة بلد السود. يبقى عنه ده ما الصراع. الصراع وين؟ الصراع عنك في الملوك. لازم أي زول يعرف الكلام ده كويس ولازم نرجع للحضارات ويجب أن كل القبائل نعمل معرض كبير جدا الناس تجيب يعني تراثها وتجيب إثباتاتها من الموميات عشان نقدر ذاته نقدر نتكلم أنك أنت ذاتك كده في كوش ده قاعد زمان كيف. ده التاريخ المفروض نحن نجيبه. ما هنجيب تاريخ يا أما نحن نكون كلنا سودانيين ونقبل ببعض. الدخيل ده أصلا دخيل معروف ما في مشكلة له التحية والاحترام ويقعد بعدب واحترام ما عندنا ما هو شغل خلاص هو سوداني. لكن أنا بتكلم في أصحاب التاريخ عشان كده يجب على الناس في اليومين دي في صراع لكن الصراع ده هيودي السودان في حاوية جديدة والحرب هتقوم ليلة عند المجلس العسكري ما دار يسلم السلطة المدنية وخايف من القانون الأمريكي كويس والحكومة المدنية الحسية دي ما هتتشكل لأنه هي أصلا ساقطة بالقرار الأمريكي وهم دين عملوا حاجة ممكن تقطع النسيج الاجتماعي السوداني. فيجب علينا ما عنده قديم ما عنده جديد يا عالم. ما عنده قديم ما عنده جديد. أي زول عنده تاريخ قديم وأي زول التاريخ القديم ده نحن دايرينه خطه كده عشان ما في زول يلعب على زول وإن شاء الله ماشيين عليه. وقلنا كلام ده قبل سنة لما قلنا لكم نعمل مشروع تسامح للسودان وحنمشي للجينات الوراثية وكده والناس كان ما فاهمين نحن بنقول في شنو. لكن هسي لما جاء الكتاب اللي عملوه بتاع المدرسة ده المنهج ده بوريك انه كلام اللي انا قاعد اقول لك زمان شنو. والورقة الحسي القبائل المضط ونص القبائل ما فيشين ما موجودين في داخل الوثيقة العملة حميتي بوريك انه كان الدولة اللي بتكلم لك انها بتاع جهينة 1 وجهينة 2 وجهينة 3 ما كنت فاهمها لكن حسي وضحت لك دي جهينة. فيبقى انه الناس لازم
تتكاتف، إما دارين نبني دولة ونحترف بالقبليات كلها ويكون المنهج يجيب القبليات كلهم سوا مع بعض عشان نطفي النيران، يا إما أنه نحن نجيب يا إما أنه ما نعمل اسمه ده المشروع القبلي، منهج يكون ما عنده علاقة اثنين بس هذا بنشيل منهم واحد ما عندهم ثالث خالص، ما عندهم ثالث ده لحد هنا.